السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يكون الفيديو عن هدف المدافع المغربي نايف أكرد، مدافع ويست هام الانجليزي. النهارده كريستال بالاس لعب قصاد ويست هام في الجولة 34 من الدوري الانجليزي. المباراة انتهت بنتيجة 4-3 لفريق كريستال بالاس. كانت المباراة 4-2، لكن نايف أكرد احرز هدف برأسية قوية جدا في الدقيقة 72، خلص النتيجة، بقت المباراة 4-3. لكن بعد الدقيقة 72 ويست هام مقدرش ان يسجل هدف التعادل في المباراة. زي ما انتم شايفين الهدف، نايف أكرد كرة ركنية طبعا اتعكست الاول في لاعب ويست هام، رفع الكرة قصاد الجون، وطبعا نايف أكرد كان قصاد الجول، واللاعب الجامايكي انطونيو كان برضو قصاد المرمى، لكن نايف أكرد علشان هو اطول قدر ان يجيب الكرة بسهولة، وطبعا الكرة قصاد المرمى قصاد الخط يعني لازم تيجي في الجول، فأحرز هدف. وطبعا كريستال بالاس يفوز بالمباراة. وكده يكون ويست هام بعد الخسارة دي قصاد كريستال بالاس مركزه بقى الـ15 في الدوري بـ34 نقطة بعد ما لعب 33 مباراة. أما كريستال بالاس بعد الفوز بقى مركزه الـ11 بعد 34 مباراة لعبوها، عنده دلوقتي 40 نقطة. ويست هام طبعا مركزه ده ما ينفعش، فريق ويست هام فريق كبير جدا ما يليقش بيه المركز اللي هو فيه دلوقتي، زي فريق البلوز تشيلسي مركزه الـ12 ما يليقش بيه خالص انه يعني يكون في المركز ده. فريق تشيلسي فريق كبير جدا، فريق فاز بدوري ابطال اوروبا، فاز بالدوري الانجليزي، فاز ببطولات كبيره جدا، ومركزه ده ما ينفعش. وكمان تشيلسي زي ما انتم عارفين الصفقات اللي عملوها برضو صفقات كبيره جدا ومفيش اي نتيجه. ويست هام نفس الكلام، زي ما قلنا فريق ويست هام فريق قوي جدا، مركزه على طول بيبقى في القمه، ما بيبقاش في المركز اللي احنا شايفينه ده. فبس ده كان فيديو النهارده عن هدف المدافع المغربي نايف أكرد، مدافع ويست هام الانجليزي، وهدفه امام كريستال بالاس رغم الخساره في هذه المباراه. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.